مغامراتنا الجورجية السماء هي الحد، حيث نتعرف على المكان الأكثر شعبية في البلاد لقضاء عطلات التزلج. منطقة القوقاز الكبرى على سلسلة جبال في أوروبا، وهذا هو المكان الذي فيه منتجع التزلج الأكثر شهرة في جورجيا، غودوري. تصل المنحدرات إلى ارتفاع 3300 متر فوق مستوى سطح البحر، لذا يبدأ موسم التزلج في أواخر شهر كانون أول ديسمبر ويستمر حتى نهاية شهر نيسان أبريل. يشتهر منتجع غودوري بنوعية الثلج والبنى التحتية. غودوري هو أكبر منتجع للتزلج في بلدنا والأقرب إلى العاصمة تبليسي. الجبال المحيطة به متنوعة. يمكن الوصول إلى المنتجع من مدينة تبليسي في أقل من ساعتين. غودوري يوفر 70 كيلومتر من مسارات التزلج وفرصا كبيرة خارجها وخيارات عدة من مغامرات التزلج.